بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعيني وزوار قناتي، يا رب بشرهم بما يسر خواطرهم، يا رب بشرهم بما يريح قلوبهم، يا رب بشرهم بما يسعد قلوبهم. اللهم بشرهم بما ينتظروه، فأنت خير المبشرين يا كريم. آمين يا رب العالمين. تبقى البشرة النضرة والمشرقة ذات اللون الموحد، حلم كل امرأة منا تعشق الجمال، ولكن يحدث أحيانا ما يهدد هذا الحلم ويشوه جمال بشرتنا ونقائها كالبقع والتصبغات والكلف الذي يظهر على البشرة، وهو العدو اللدود لبشرتنا بسبب عوامل عديدة كالوراثة أو التعرض لأشعة الشمس أو الحمل والولادة، ويعكر صفو جمالها ونضارتها وتألقها. اليوم قناع التخلص من الكلف هو من البطاطس المسلوقة، حيث تعتبر البطاطس من إحدى العناصر الطبيعية التي تساعد على تجديد خلايا البشرة، حيث أنها تحتوي على تركيبات كيميائية حمضية تعمل كعلاج طبيعي للتخلص من هذا المشكل، مشكل الكلف. حيث والبطاطا في هذا الماسك ستكون إن شاء الله مسلوقة. نحتاج إلى نصف حبة بطاطا مسلوقة، نحتاج إلى ملعقتين من الزبادي، نحتاج كذلك إلى ملعقتين كبيرتين من النشا الذرة، وملعقتين كبيرتين إن شاء الله من حليب البودرة، بعد ما ونصف ليمونة كذلك. بعد ما تقومين بسلق البطاطا جيدا، اهرسيها في الخلاط الكهربائي مع باقي المكونات، كما ذكرت ملعقتين من النشا، ملعقتين من حليب البودرة، ملعقتين من اللبن الزبادي أو اليوغرت، ونصف عصير ليمونة. بعد الخلط الجيد إن شاء الله راح نتحصل على هذا المزيج، راح نتحصل على هذا المزيج الكريمي. طبقي هذا الماسك على بشرة وجهك، اتركيه لمدة 5 دقائق فقط، بعدها اغسلي وجهك بالماء جيدا. استخدمي هذا القناع مرة واحدة كل أسبوع لعدة أسابيع متتالية، وإن شاء الله ستتحصلين على نتيجة مبهرة وبشرة خالية من الكلف إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تفيدكم هذه الوصفة لكل من تعاني من الكلف. شاركي الفيديو مع باقي البنات والسيدات ليستفيدوا من الخلطة. تابعوني في فيديو جديد ووصفة جديدة مفيدة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا لمروركم الكريم والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.